الخبر الاولي عادنا عن هيلا تي في ووصول قناتها باليوتيوب للتسعة مليون مشترك، فان شاء الله الف مبروك واخبار العشرة مليون يا رب. وطبعا لا تنسوني حبايب انو تباركوا لها بالكومنتات على هذا الانجاز. اما اليوتيوبر الثاني اللي عدفهم عائلة مشيع وصول قناتها باليوتيوب للعشرين مليون مشترك، فان شاء الله الف مبروك واقبال مية مليون يا رب. وطبعا لا تنسوني حبايب انو تباركوا لها بالكومنتات على هذا الانجاز. الخبر الثالث اللي عادنا عن مفاجآت اليوتيوبر، فأول اليوتيوبر عادنا هي ياسو. فياسو نزلت على حسابها بالانستغرام شوية ستوريات، وبهذه الستوريات كانت كاتبة بيها انه راح تنزل مقطع اليوم فيديو جديد بعد الانقطاع على اليوتيوب. اما اليوتيوبر الثالث اللي عادنا فيه بيسار سمايل، فبيسار نزلت على حسابها بالانستغرام شوية ستوريات، وبهذه الستوريات جابها بيسار وانا شايب اليوم من خلالها انه راح ينزل مقطع اليوم، راح يكون مقطع صادم، وبيسار صارت بها حالة شيء او حالة حزينة، وانا شايب صار يبكي عليها ودخلت المستشفى. حطكم ستوريات شوفوها. سلمت امي البيس، سلمت الف سلام يا رب. اليوم صار معها شيء كثير خطير، استنوا فيديو بكره رح تتعرفوا. كثير انزعجنا، فراح احط لكم جرس بكره فيديو جديد على قناه بيسان. الفيديو حبايبي يعني ما توقعنا يصير هيك مع بيسان ابدا، بس والله العظيم يا بيسان انه تستاهل السلامه، تستاهل السلامه ام البيس. والله الحمد لله على سلامتها فعلا يعني انا اكثر فيديو بوجعني قلبي، يعني وجعني قلبها بيسان، ضايقت عليها. بكره اي ساعه بيسان؟ الساعه 5 توقيت دبي. درب. الخبر الثالث اللي عادنا عن سارة اللي هي اخت اصالة، واثبتها اللي نبل اللي وياها هو ابنها. اما هو من الاشخاص اساسا كانوا شاكين انه هذا هو ابنها. سارة طلعت بمقطع على قناة انس واصالة، وبهذا المقطع صارت تقول بهذه الحقيقة انه هي اساسا كانت متزوجة بعدها طلقت، عادها ابن. احط لكم هذه اللقطة شوفوها ما تفهمون اكثر. ياس كثير منكم عرف انه عندي ولد اسمه عمر من زواج سابق، وانا كثير كثير بحبه، وبالعكس يعني بتمنى انه يبين على الفيديوز وكل شيء، بس مرت بفترة فيها صعوبات. طالما يعني احنا قلت لحالي انه عم نصور فيديوز and رح نجتمع بهالاعياد ومع الفاميليز على الحالتين، he's gonna show يعني حيبين بالفيديوهات، حسيت انه هلأ حان الوقت انه بقدر احكي كون مرتاحة باختياري. I love you guys. الخبر الرابع اللي عادنا عن تهجم متابعين نار ريميت وغيث مروان على نور ستارز. نور ستارز نزلت على حسابها بالانستغرام هذا البوست، وبهذا البوست كان بهذه الصورة، وهم الكومنتات صاروا يتهجمون عليها وتهزؤون بها، وهي صارت ترد عليهم. في واحد منهم هذا التعليق كتبها بس هاي الحمامة مش حقيقية، فترد عليه حمامة بتمثيل. وبعد هذا التعليق واحد كتبها دموع حقيقيين جايز، فترد عليه على فكرة دموع حقيقيين جدا. وشفت كومنتات من هذا النوع اللي تمسخرون عليها، فاكتبوا لنا حبايب بالكومنتات هل تستحق هذا التهجم اللي تعرضت له، ولا شو رايكم برد نور ستار عليهم. الخبر الخامس اللي عادنا عن طوني وكريس تهجمهم على القنوات العائليه. فطوني وكريس نزلوا هذا المقطع على قناتهم، بهذا المقال اللي نزلوه ثبتوا تعليق كان كاتب انه العائله الوحيده اللي ما تكذب بالعناوين اللي هي سوبر فاميلي. طبعا هم كانوا مثبتين هذا التعليق لها، وهم متابعين القنوات العائليه الثانيه صاروا يتهجمون عليهم انه تخصكم من القنوات العائليه الثانيه تكذب بالعناوين ضد متابعيها. فاكتبوا لنا حبايب بالكومنتات هل تتوقعون هم كانوا يقصدون قنوات عائليه ثانيه، او تتوقعون هيستحقوا تهجمة عرض ولا او لا. وبس والله وصل المقطع، اتمنى المقطع عجبكم حبايب. اكو مقطع طبعا مال الحقيقه انس وصال بالوصف، احط لكم اياه المشافي روح شوفوا. وصل قناتي الثانيه ال 100 الف مشترك، ما بقى غير 500 مشترك، فاتمنى الكل يروح اشترك بيها. وبس مع السلامة.